بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكل الساده مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. وحلقه النهارده ان شاء الله تعجبكم جدا، لان عاملين النهارده فراخ وقسمينها كده على اتنين وظبطينها كده. الناس الاكيله بقى اكله حرشه كده جميله، عاملينها بالفريك ان شاء الله تعجبكم جدا. عيش السرايا من بتاع زمان، عيش السرايا بتاع زمان عاملينه النهارده ان شاء الله هتشوفوه النهارده في البرنامج. عندي النهارده شويه صوبيا كده عاملينهم باليميش، وعندنا شويه بطاطا شيبسي هنقدمهم مع الوصفه بتاعه النهارده. الفراخ بالفريك ديت محترمه قوي، لان انا بجيب الفرخه بقسمها على اتنين. اما ازاي انت بتاع الفراخ عندك هو اللي يعمل لك الكلام ده، عشان انت محتاجه تبقى محتاجه سكينه حاميه، ولو انت شاطره في موضوع خلي الفراخ اشتغلي. بتخلي اللحم كويس جدا من العظم، وبعد كده بتبداي حضرتك اللي انت بتبقى عندك بالشكل اللي انت شايفاه ده، شايفه اهي دي نص فرخه كامله. الفرخه اللي انا جايبها دي كام كيلو؟ و100 او كيلو 200 اهي، شايفه ازاي؟ وبسيب الحته اللي في الاخر ديت. جميل، ادي قدام حضرتك اهيت الايه الفراخ اللي احنا هنبدا نشتغلها بايه بالفريك ان شاء الله، وبتبقى جاهزه معايا على طول على اللف. سهله قوي وبسيطه. انت بتاع الفراخ قولي له يا سمحت انا عايزه الفرخه وتخليها لك كامله. طيب تتعمل ازاي بقى؟ بنبدا نعمل لها تتبيله بالظبط بنفس الفكره. ممكن تقدري تعملي بيها رز محشي برضو نفس فكره الايه الفريك. الفكره كمان في حاجه، ثواني بس، اللي احنا عملنا تبلناها بصل مبشور، وعندنا طماطم مبشوره وشويه ملح وفلفل، احنا متبلينها كمان قبل الهواء اهي. تتبيله سهله يعني ما فيهاش حاجه ان احنا نعملها على الهواء. بصل مبشور، طماطم مبشوره، وشويه ملح وفلفل، تمام؟ عشان ايه تبقى متنكعه كده وجميله، تاكلها على الفطار ان شاء الله. عشان كده تبلناها قبل الهواء، دي الفكره بس. تعالوا بقى نشوف عندنا هنعمل الخلطه بتاعت الفريك ازاي. هو ده مش هنحتاجه دلوقتي، ممكن هنا. اول حاجه بحط عندي حل على النار، ولو طبعا اي حد عنده اسئله او اي استفسارات ارقام التليفونات قدامكم 2600 من اي تليفون محمول، 0900 900 من اي رقم ارضي. خلينا ناخد قطعه زبده الاول. ادي قطعه زبده، نبدا نحطها فين؟ في الحله، عشان هبدا اشتغل فين اعمل الخلطه او الحشوه بتاعت الفريك نفسه. حط معلقتين اتنين الزبده، وبعد كده نقوم حاطين عندنا البصل المفروم. وبعد كده تخلي بالك بقى من ايه الفريك، طبعا احنا بنبقى ناقعينه لمده 10 دقائق او ربع ساعه. بعد كده ابدا اللي انا اصفيه عشان ما يعجنش مني. خلي بالك الفريك قدام حضرتك اهوت، بجيبه بغسله غسله الاول كويس جدا، وبعد كده ابدا انقعه لمده 10 دقائق او ربع ساعه، وبعد كده نبدا اللي احنا نصفيه، وما يتسابش اكتر من كده في الميه. تمام، نرجع بقى هنا. حط عندنا الزبده والبصل. وهنا يا حمدي في الميه اللي احنا هنسلق فيها الفراخ حطينا ورق لورا قدام حضرتك كده، وعندنا اربع فصوص من الحبهان قدامك كده اهوت بالشكل ده. كله تحت السيطرة. البصلة بعد ما دبلت كده وخدت لون ذهبي يكون فاتح كده شوية، نقوم رايحين عندنا واخدين عندنا قرفة خشب، حتة صغيرة كده من القرفة الخشب قدام حضرتك كده. وبعد كده بنقوم حاطين عندنا الطماطم المفرومة، بعد كده نقوم مدينا ايه شوية ملح وفلفل. ايوه، هادي الملح، شوية فلفل، رد عليك، نشوح الكلام الجميل ده مع بعض. ماشي كده، بصي الخلطة عاملة ازاي، طماطم مع البصل مع القرفة مع الملح والفلفل. استاذة ايه ازاي حضرتك؟ اهلا، ازيك يا استاذ ايه؟
أهلا، ازيك حضرتك؟ الحمد لله. القناة طيبين وبخير يا وانت طيبة، ربنا يخليك يا أستاذة آية، تسلمي. أختي الصغيرة عايزة تسلم. طبعا، اتفضلي. ازيك يا محمد؟ ازيك، انت عاملة ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ خديجة. ايه ده الاسم الجميل ده، اسمك حلو قوي. انا بس متفائلة. ايه يا حبيبتي؟ متفائلة. مش سامع حمد ليه؟ محمد. وانا بحبك كتير جدا يا خديجة، ربنا يخليكي ليا. انا عايزة اكتب المحشي. المحشي؟ يا نهار ابيض، من عينيا الاتنين، ده انت تأمريني يا قمر. حاضر، مع السلامة يا خديجة. شوحنا البصل مع الملح والفلفل، ريحتهم زكية جدا. طيب اقوم واخد عندي معلقة صلصة طماطم، وبعد كده نقوم حاطين عندنا الفريك اللي احنا غسلناه، وبعد كده نقعناه زي ما اتفقنا ربع ساعة، واشوح الكلام ده كله مع بعضه بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. واخر حاجة خالص بعد ما شوحته بقوم مديله شوية شوربة صغيرين قوي بس. واقوم مهدي النار بقى خالص لحد ما يبدأ اللي هو يستوي معايا ويظبط معايا الدنيا. طيب هنا بقى بنعمل ايه دلوقتي بقى؟ خلاص حضرنا الحشوة بتاعت الفريك، بسيبها عندي تبرد، وبعد ما تبرد معايا يعني بعد ما تتشرب اخليها تبرد، وبعد ما تبرد نبدا نحشي بيها ان شاء الله. طيب ايه حوار بقى التتبيله نفسها بتاعت الفراخ؟ انت بتعملي بصلتين اتنين، بتجيبوا بصلتين وطماطمايه عشان الباقي اللي هيبقى باقي من التتبيله، او شويه اللي هيبقوا باقيين من التتبيله نحطهم في السلق. فجيب بصل، طماطم، شويه زعتر، وبعد كده عندنا الملح، وبعد كده عندنا الفلفل، ونقفل. ما تهرسيش الحاجة قوي، مجرد بس ايه يعني تنعيم بسيط كده ليها، نبدأ ناخدها كده ونبدأ ان احنا ايه نحط لها في التتبيلة ديت. يا ريت، انا بقول لك انا متبل ديت عشان انا عايز اكلها. فانا ايه متبله قبلها بساعه، ساعه ونص، بصل اهو وطماطم وملح وفلفل وشويه بهارات وزعتر، فاهمه ازاي؟ اهي، ونسيبها في التتبيله ديت. طيب باقي بقى التتبيله ديت يا استاذ حمدي بنقوم واخدينها وحطيناها في الميه اللي انا هسلق فيها قدامك كده، الميه اللي هنسلق فيها الفراخ، ونقوم قافلين هنا. ماشي، تعالوا بقى نشوف عندنا الموضوع الفريك هنعمله ازاي. نحشي بس ديت. هنا الفريك بتاعنا اهو قدام حضراتكم، بص ما شاء الله كده، بص مفلفل ازاي، انا عايز اقول لك عامل ازاي. حاجة عنب، تاخد شوية كده وتقوم حطهم هنا مش كده اهو، ونقفل. ونقفل كويس قوي بالشكل ده. نفس الكلام. فكرة طبعا بتكون انت غاسلة الفراخ ومظبطاها بالليمون وبالملح، ويا سلام لو معلقه طحينه، قلت لك مش معلقه الطحينه دي تشيل اي زفاره على الطحينه والله في النقعه، جميله اهو. لفينا، نقوم جايبين ايه التلاته كده جنب بعضهم، شكلهم يفرح والله. نعمل ايه بقى؟ نلم، واقوم جايب عندي استرتش زي اللي قدام حضراتكم ده، وبعد كده بقوم جايب فويل
احط الاسترتش هنا يا حمدي عشان ايه مش عايزه تفتح معايا خالص. عندك حلين اتنين، اما تحطيهم كده زي ما هم بايركس وتدخليهم الفرن، او تسلقيهم. السلق احسن، السلق بالنسبه لي احسن بكتير. اهو حطيها كده بالشكل ده، وبعد كده نقوم واخدينها ولفينها بالاسترتش الاول، ونقوم حاطينها بالشكل ده، وبعد كده نقوم قافلينها ونضغط واحنا بنلف، والاثنين عكس بعض، الاثنين عكس بعض. شايفه ازاي اتعملت بشكل الاسطواني اللي قدام حضراتكم ده؟ نبدا ناخدها فين ونروح على النار اللي موجوده، اللي او الميه اللي بتغلي اللي فيها البصل اللي احنا تبينا بيه والطماطم والملح والفلفل، وفيها ورق لورا وفيها حبهان. جميل. ونبدا ننزل البشره هنا، بتقعد بالظبط تلت ساعه والنار ما تكونش عاليه، كده كده مش هتفتح ما تخافيش، لان حضرتك احنا قافلينها فويل وتمام وحاكمينها تمام جدا. خلينا بقى بعد الفاصل نشوف هنقدر نعمل كام واحده، هنعمل حوالي اربعه كمان ولا حاجه، وبعد الفاصل ان شاء الله نطلعهم ونحمرهم. فاصل ونرجع لكم تاني. اهلا بيكم، رجعنا تاني بعد الفاصل. بنعمل شويه بطاطس. كان في حركه زمان كده كنا بنتعلمها من الشيفات زمان قبل ما يخترعوا بقى القطاعات والحاجات ديت، كانوا بيعملوها والله كانت حلوه قوي، يعني الواحد كان بصراحه كان متمرس فيها جدا. بس انا فعلا فعلا الواحد برضه محتاج المواضيع دي محتاجه ممارسه على طول عشان ايدينا ما تتقلش. كان بيجي من جيب المنديل كده منديل، ونقوم لافينه على صابعنا كده، فاهمه ازاي؟ نقوم بلين دي كده من هنا ونقفل دي كده، فاهمه ازاي؟ ونقوم. كان قبل موضوع القطاعات، بس كانت لذيذه والله قوي، يعني كانت الموضوع ده كان لذيذ جدا. وكان بنجيب عندنا الجلافز نلبسه كده بالشكل ده، ونجيب عندنا البطاطس، والسكينه كانت بتبقى حاميه جدا، ونقطع الشيبس بالشكل ده كده، فاهمه ازاي؟ اهي. فكانت بتطلع لصوابع الشيبسي طبعا. طب انتوا فهمتوا ديت طبعا ليه؟ عشان ايه؟ لو انا لو عدت بتعدي على المنديل وما يحصلش حاجه، هي دي كانت الفكره يعني. لكن دلوقتي ما شاء الله قطعات الشيبسي موجوده وكل حاجه تمام، ولكن ديت لذيذه يعني، ديت من الحاجات الجميله جدا. اه ايوه، الاهالي الطيبه بتاعت زمان كانوا على طول كانوا شغالين بيها. البطاطس كانت بتبقى اطول من كده. وبنقطع بيها الشيبسي. والله كانت ال 3 كيلو ما بياخدوا حاجه، يعني فعلا كنا بنقطع بالكيلو، لو ال 3 كيلو ما بياخدوش وقت معانا في التقطيع، واسرع على فكره. طيب قطعنا وحطينا في ميه بتلج، ميه بتلج. الشيبسي عشان تطلعي شيبسي يبقى البطاطس مهمه جدا نوعها، اللي انت تجيبيها بطاطس تحمير اللي هي البطاطس الجامده والخاص اللي هي بتبقى فيها نقط حمراء ديت، دي بتاعت الايه؟ التحمير، وتبقى جامده، تبقى طريه. وبعد كده بنقطعها ونحطها في تلج، فالعصب بتاعها بصي بتلاقيها ايه؟ نشفت اهي ومسكت نفسها زي ما حضراتكم كده شايفين. نحط معاها، نحط معاها خل ولا نحط معاها اي حاجه، هو ملح وبس، ملح وبس. اهو الخل يا جماعه بيطريها، فبلاش خل، نحط ملح. والتلج مهم جدا. بعد كده بنعمل ايه بقى؟ بص بقى، هنا شويه من الكاري بجيبهم، شويه فلفل اسمر بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، شويه ملح، بعد كده شويه من بهارات الاعشاب اللي موجوده، او شويه زعتر وشويه بابريكا، ماشي. ونقلب الخلطه دي مع بعضها. الخلطه دي ايه؟ الخلطه دي بتاعت ايه بقى؟ الخلطه دي بتاعت البطاطس بعد ما تطلع، ريحتها رهيبه اهي. بص عامله ازاي، دي هنحطها على البطاطس الشيبسي بعد ما تطلع. طيب ده مصطفى، ده عندنا واحد هنا ما شاء الله في الافيهات يا جماعه، يعني تخيلوا طول ما احنا قاعدين بنسمع الابداعات ديت والله، يعني حتى مش بيسيبناش على الفيسبوك، لا وعلى الهوا كمان في الاربيس عندي، فانا بعمل الخلطه فبيقول لي خلطه وندمان عليها. تخيلوا انا بقى بسمع الكلام ده وعايزين نشتغل. بص يا عم عيش الصرايف يعمل ازاي توست.
التوست بجيبه ونبدا ان احنا نحمصه قدام حضراتكم كده. ده بنعمل عيش السرايه، خبز السرايه. ادي التوست، حمصه الاول ياخد لون ذهبي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعلي عليه. ممكن ناخد ساق تاني ونعمل ساق كمان من غير زيت ومن غير اي حاجه خالص ومن غير اي اضافات ولا زبده ولا الهواء. انت بتجيبي العيش التوست اهوت، سهل قوي. جربوا عيش السرايا ده يا جماعه، سهل جدا جدا، بنعمله بالتوست وما بياخدش وقت. نحط دي هنا ونرجع نشوف عندنا البطاطس. طيب الزيت، بالنسبه للزيت لازم يكون سخن، يعني الزيت لازم يكون محقق درجه حراره عاليه جدا. ما ينفعش انزل البطاطس بتاعتي في زيت يكون بارد، هتشرب زيت ومش هتبقى حلوه. طيب حطينا البهارات كده معايا جاهزه، ايه اللي ناقص بقى؟ ناقص الفراخ دي بعد ما تطلع اعمل لها كده وش دهان كده محترم، ادهنها كده بالصلصه، وبعد كده بنبدا ان احنا نحط لها زعتر وزيت زيتون وندخلها عندنا الفرن. ازاي؟ تعالوا نشوف ازاي. بجيب معلقه احط فيها معلقه صلصه طماطم كبيره، وبعد كده نحط عندنا شويه زعتر، ونحط عندنا شويه من زيت الزيتون. مدام حبيبه، ايوه مدام حبيبه، ازيك؟ ازيك، عامل ايه؟ الحمد لله. ازاي حضرتك يا فندم؟ كل سنه طيب. وانت طيبه وبالصحه والسلامه. عايز اعرف طريقه مكرونه البشاميل. عينيا الاثنين، حاضر. شكرا. تحت امر حضرتك، مع السلامه. خدنا كمان شويه من بهارات البطاطس كده وحطيناها عشان تبقى بالشكل اللي حضراتكم ايه شايفينه، واسيبها دلوقتي لما الفراخ تطلع بعد تلت ساعه بنقوم شايلينها ونقوم دهنينها ونبدا ندخلها عندنا الفرن. طيب ناخد استاذه نرمين. الو. الو، ازيك يا استاذه نرمين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه سلمين. الله. سلمين. سلمين. إيه مين يا فندم؟ سلمين. استاذه سلمين؟ اه. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه. انا بحب اكلاتك قوي. ربنا يخليك يا فندم، اشكرك. انا عايزه اعرف طريقه الكريم كراميل، بس بالله عليك تقولها لي على الهواء. الكريم كراميل، كيكه الكريم كراميل، حاضر. كريم كراميل والكيكه الاسفنجيه. من عينيا الاثنين، حاضر. تحت امرك. عينيا. كل سنه وانت طيب وحضرتك طيبه. معلش تقولها لي على الهواء بالله عليك. يلا دلوقتي الفكره في الكريم كراميل، نصيحه من اخوك محمد، جيبي البكاوي الجاهزه. والله يا جماعه بتطلع حلوه قوي، اللي هو الباكل جاهز وارخص واوفر لك بكتير جدا. انا بجي لك من الاخر، الباكل جاهز افضل 100 مره، لانه التكنيك بتاعه للاسف ساعات ما بيظبطش مع ناس كتير. احنا عملناه كذا مره على الهوا، اللي هو البلدي بتاعنا، الريسبي بتاعنا اللي عملناه، اللي هو اللبن والبيض والصفار البيض والسكر والفانيليا. ولكن انت جيبي الكيس الجاهز، نص لتر لبن حطيه على النار 3 دقائق، تطلعيه تحطي صوص الكراميل من تحت، وبعد كده تقومي حطاه في البوله تخليه الثلاجه، يطلع معاك زي الفل، وشويه كريم عليه من فوق، وربع ساعه بيطلع. تاني بياخد ساعه الا ربع في الفرن، فانت الكهرباء بتهدريها وخامات وحاجات كتير جدا، وفي الاخر طعمه مش هيبقى الطعم الجاهز، الجاهز احلى كمان. بالنسبه للكيكه الاسفنجيه نفس الكلام شرحه، هتلاقي نفس الشركات ديت حاطه تقول لك الكيكه الاسفنجيه، بتحط عليها 6 بيضات باك وكده بيبقى جاهز في السوبر ماركت، مكتوب عليه الكيكه الاسفنجيه، تحط عليه 6 بيضات وربع كوبايه ميه. الحاجات الجاهزه دي في حاجات انا مقتنع بيها 100%، وفي حاجات انا مش مقتنع بيها، لكن من ضمن الحاجات اللي انا مقتنع بيها زي الكريم كراميل طبعا، الجيلي طبعا، حاجات كتير جدا، الكيكه الاسفنجيه جدا، لان فيها محسنات ومثبتات فبتخلي الكيكه طالعه زي الفل. يا دوبك انت بتحط لها بس البيض والميه. طيب هنا خلاص هي هتبدا تخش عندنا في التسويه بتاعتنا، طبعا هتاخد وقت لسه. نخش عندنا على البطاطس نشوف الاخبار هنا، بس ناخد معانا ام رمزي. ازيك؟ ازيك يا محمد؟ ازيك يا ام رمزي؟ الله يسلمك. بتعمل البطاطس دي كل يوم ولا اعملي لي بطاطس شبسي؟ مين؟ جوزي، يعني في غيره؟ اه ربنا يخليهولك، ربنا يخليهولك ويبارك فيه.
الله يخليك يا محمد. عامله ايه يا ام رمزي؟ بقول لك يا محمد، انا شهر ابريل دوت عيد ميلاده وعيد ميلادي. عيد ميلاد مين بقى؟ عيد ميلاد مين؟ عيد ميلاد جوزي. كل سنه هو طيب. يعني هو يوم 20 انا 25. كل سنه وانتم طيبين جميعا. وانت طيب، اوعى تنسى اليوم ده يا محمد. من عينيا للتين يا ام رمزي، حاضر. تسلم عينيك يا ابني. الله يخليك. ويخليك لاولادك. شكرا يا ام رمزي، ربنا يخليكي، شكرا. مع السلامه يا ست الكل. التوست طبعا لسه بياخد لون بقى، بس هو لازم يتحمص كويس، ياخد لون ذهبي فاتح، وبعد كده نبدا ان احنا نطلعه. تعالوا ناخد عندنا البطاطس اهي، صفيها بقى من ميه التلج كويس قوي كده اهو، بعد كده نحطها في الكبشه. طريقه ازاي بقى؟ اهو بص انا قريب اهو من الطاس اهوت، ومش خايف ولا حاجه. بص لما احط كده البطاطس وبعد كده نقوم منزلين واحده واحده خالص اهي، وننزل واحده واحده كده. صح كده، واحده واحده خالص اهو، الدنيا فل ولا فار ولا اي حاجه. الناس اللي بتحط بطاطسين اتنين وتطلع تجري تضرب سبرنت 20 كيلو مش عارف ليه، موضوع سهل. نادين وهلا اصلا ما يعرفوش يعملوا بيض اصلا ولا خلينا ساكتين. فاصل ونرجع لكم تاني ان شاء الله. رجعنا تاني بعد الفاصل. ادي شويه البطاطس الشيبسي الجمال قدام حضراتكم، ولما تيجي تحطي البطاطس بتاعتك عشان تطلع بصي معاكي صح، بلاش تكتري الكميه وانت بتحطها في الزيت، الزيت يبرد ومش هتطلع معاكي مظبوطه يعني، فاهمه؟ شويه الفراخ بقى اللي من الاخر نقلب كده ونسيبهم نسيبهم براحتنا عشان تطلع ان شاء الله الحاجه تمام التمام. طيب عيش الصلاية ازاي بتعمل؟ بصي ده ربع لتر لبن مع معلقتين نشا. ركزي بقى في الكريمه ديت عشان بجد اعمل لك حاجه تستمتعي بيها قوي، وهو سهل جدا يعني، اعمل لك اسهل طريقه. نشا ولبن، كريمه عاديه، الكريمه بتاعت الكنافه بالكريمه كلنا عارفينها يعني، اللي هي القشطه اللي بتعمل اللي هي اللبن والنشا. نص او ربع لتر لبن وثلاث معالق نشا، تقلبيهم وحطيهم على النار يقلبوا، وبعد ما يتقلوا تسيبهم يبردوا. عندك ثلاث ارباع كوبايه من كريمه الخفق، عندي ربع كيلو من الجبنه الكريمي، كوبايه من السكر البودر، ماء زهر وماء ورد. جميل. ازاي بقى بنعمل الكلام ده؟ الكلام ده بيتعمل ازاي؟ طيب خلينا نشرح الاول التوست. التوست احنا جبناه اللي احنا حمصناه فين؟ في الفرن قدام حضراتكم اهوت، وناخد لون ذهبي. هو ده اللون، هذا هو المطلوب اثباته. شايف عامل ازاي؟ من الوشين الاتنين من الجنبين الاتنين ذهبي فاتح ويبقى مقرمش. انت قلبت تاني يا حمدي؟ الله يكرمك والله. بس لا محتاج كمان شويه كده، نسيبه هنا كده تحت الانظار ونرجع لهم تاني. التوست احنا بنجيبه بنحمصه، بعد ما بيتحمص سيبه يهدى شويه، وبعد كده نرفعه في الكبه نحطه مع شربات ونقلبه، ونبدا نحطه عندنا في بايركس. عين جمل طبعا عندك، سوداني عندك، اي مكسرات زي ما حضرتك عايزه. تعالوا نعمل الكريمه عشان دي اهم حاجه عندي. ادي الجبنه الكريمي قدام حضرتك اهيت، وادي عندنا السكر البودر، يا خديجه ازيك؟ خديجه صباح الفل. ازيك يا استاذه خديجه؟ صباح الفل عليك. صباح العسل. اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير، ربنا يخليك يا رب. تسلمي، اتفضلي. والله يسلم ايدك على كل الاكلات دي. ربنا يخليك والله، ده انا اللي بشكرك على تليفونك حبيبي، ربنا يخليك. الله يخليك. محمد ينفع اسالك سؤال؟ اه طبعا اتفضلي. البانيه لما اجي اعمله واجي احطه بالخلطه اللي هو البقسماط بالبيض. ايوه ايوه. يجي بقى يفك منك الزيت. ايوه بيفك. البانيه في حته والبقسماط في حته. طيب التتبيله انت بتحطي فيها زيت؟ لا. اه مهم جدا انت ما تحطيش في التتبيله زيت، مهم جدا قبل ما تنزليها الزيت تكوني ضاغطه عليها كويس قوي وسايباها في الفريزر نص ساعه، ده اهم حاجه.
تمام. ضغط عليها كويس قوي، بص بتضغط كده بتطلعي بجسمك كله كده ايه على البانيه نفسه او البوفتيك اللي انت بتعمليه، وبعد كده بتقومي شايلاه وحطاه في الفريزر نص ساعه، طلعيه وحطيه في زيت سخن، يطلع معاكي زي الفل ان شاء الله. شكرا يا استاذه خديجه. هنا بقى الويبنج كريم اللي هي العلبه الصغيره بتاعت كريمه الخفق اللي موجوده، نقوم حطينا فينا على الجبنه الكريمي. اصحى بقى للشغل العادي ماشي. وبعد كده حمدي نقوم شايلين دي وحاطين ايه المضرب هنا على الكريمه عشان عايز انعمها قوي كده كده مش هتخرز ما تخافيش، ولكن بنعمها اكتر. ونقوم شايلين الكريمه ديت حاطينها فين؟ على الباشا ده. ده شغل فاخر من الاخر، شويه ماء زهر، ماء ورد، ونقوم ضاربين الكلام ده كله مع بعض. ولو عايزه تحطي بشر برتقال او عصير برتقال عليها تطلع معاكي برضو حكايه. بص يا حمدي الكريمه طالعه عامله ازاي؟ قوام نفسه عامل ازاي بتاعها؟ اللهم اني صايم. طيب. حاسس بيك. الكريمه دي بسيبها كده في جنب دلوقتي. نرجع بقى ايه للباشا بقى التوست ازاي هنقدر ان احنا نعمله، ولكن ما ننساش خالص نبص على البطاطس. بص يا عم حمدي البطاطس طالعه عامله ازاي؟ بص ما شاء الله اللون اهو حاجه محترمه جدا. استاذه منار ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ محمد؟ يا اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا فندم بالصحه والسلامه. الله يصلح حالك. الله يخليك. عايز اسال حضرتك على حاجه. ايوه اتفضلي. يعني عايز اسال ان احسن اكل بالنسبه لامراض السكر يعني الاكل المفيد ليهم. اه عينيا الاثنين. ايه تاني؟ بس يا شيخ محمد عينيا الاثنين. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه يا فندم. رمضان كريم. الله اكرم. طبعا انا مش بحب ان انا افتي بحاجات انا ما اعرفهاش، فانا هسالك الدكاتره المتخصصين في حاجه زي كده، ومن عينيا الاثنين يديني بس المنيو امشي عليه. يعني ناكل ايه؟ واحد اثنين ثلاثه، هتعمل لهم واحد اثنين ثلاثه، وانا والله من عينيا الاثنين اللي اعملها لكم من عينيا الاثنين قريب جدا. حاضر. ولكن طبعا في اكل بيبقى مخصص ليكوا، فانا ان شاء الله هعملها لكم قريب جدا. شويه البهارات احنا خدناها وحطيناها كده على البطاطس بالشكل ده. جميله. نخش بقى على التوست بتاعنا. زي ما هو كده. نفرم الكبه. بعد ما فرمنا التوست بتاعنا، بعد ما خد اللون الذهبي الجميل، نبدا حضراتكم نقوم واخدينه كده بقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده. جميل اهو. تعال نفرم كمان شويه بس ناخد مدام ناهد معانا. الو محمد ازيك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ كل سنه وانت طيب. رمضان كريم عليك. الله اكرم. الله اكرم يا ست الكل، بارك الله فيك يا رب. يا رب الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك يا شيخ محمد. اتفضلي يا فندم. الله يخليك. بص يا شيخ محمد، انا الحمام المحشي بالرز. ايوه. عايزه طريقه ايه الصح اللي يتعمل الرز يبقى مسلسل جوه الحمام؟ ايوه عينيا. يبقى معجن او يبقى ني. عينيا والله. حاضر. طريقه صح. عينيا حاضر. ويا ريت تعمله لنا مره. عينيا والله. حاضر يا فندم. والله اسهل حل واحلى حل للحمام المحشي. أيوة. رز اللي انا على طول بعمله لو عندي حفلات وعندي عزومات بعمله على طول، باخد الرز بحمرشه على النار. يعني ايه بنحمرشه؟ يعني بتحطي معلم علاقه سمنه بلدي وتبداي اللي انت تقلبيه من غير ما تغسليه ولا تنقعيه،
الرز بتجيبيه كده مع معلقه سمنه بلدي وتبداي تقلبيه على النار لحد ما ياخد لون ذهبي فاتح جدا، تقومي شايلاه وتقومي ركناه في جنب، تقومي حاطه عليه بصل مبشور ونعناع ناشف وشويه ملح وفلفل وبس. طبعا لو عندك شويه كبد وقوانص بتاعت الحمام شوحيهم مع بصلايه وفص توم وشويه ملح وفلفل، خديهم وحطيهم مع الرزايه ديت. اهم حاجه الرز يبرد تحطي البصل، لان الرز لو سخن وحطيت البصل هيعجن منك. اتفرج على منظر الحمامة اصلا وهي طالعه والفلفله الجميله اللي بتبقى موجوده في الرزايه نفسها. ان شاء الله تعمليه وتعجبك جدا جدا، وبعد ما يطلع طبعا بتحمريه في سمنه او بتدخليه الفرن. بنعمل ايه دلوقتي؟ بنعمل خبز او عيش السرايا. طيب يلا بقى بنعمل ايه دلوقتي يا استاذ حمدي؟ ادي عندنا العيش بعد ما اتحمص واتفرم معايا، واقوم واخد عندي شربات يكون اللي هو الشربات الوسط اهو. يا عيني يا عيني، هقول لك الشربات ده ايه، عباره عن ايه دلوقتي. شايفه ازاي؟ الفكره في ايه يا جماعه بقى؟ الشربات ده الوسط اللي هو، نشرح بقى الشربات ده يا حمدي، عباره عن لتر من الميه، نص كيلو من السكر تحطه على النار، عصير برتقانه، شويه من عصير الليمون، نص عصير ليمونه بعد ما يغلي وتسيبيه يغلي عندك على النار، وممكن تحطي له ماء زهر او ماء ورد في الاخر، وبعد ما يخلص يبرد تقومي حطاه على التوست كده وبنعجنه بالشكل ده على طريقه الخاصه عيش السرايا ده. ان شاء الله تعمليه ويعجبك. بص بقى عامل ازاي، بقى معجون كده حلو. طيب في ناس تقول لك ايه يا عم، طب ما بحطش الشربات سخن ليه؟ استمتعي بطعم التوست، هتلاقي فيه قرمشه مع الجبنه، وهتلاقي سمغ معاك في البايركس بعد ما بتحط طبقه الجبنه ديت، وشوف الموضوع بقى عامل ازاي وهتدعي لنا ان شاء الله. طيب قبل ما اطلع بريك بس اعمل حاجه يا حمدي، يعني احنا كده خلاص احنا كده مسيطرين والدنيا فل ان شاء الله، ولكن بالظبط عايز اعمل حاجه، اطلع لك واحده فراخ من ديت. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي اهو بولا، واقوم جايب بلانش ساديت. بص يا استاذنا يا جميل، انا محتاجه تبرد شويه اهي. الصلاه على النبي، اوعى وشك يا باشا، اوعى وشك ماشي. وبعد كده نقوم واخدين عندنا الفرشه اهي، وبعد كده شويه الزعتر والصلصه وزيت الزيتون، وندهن وندخل الفرن يا باشا تاخد اللون الذهبي. صلاه النبي، فاصل ونواصل. خش عليا يا عم حمدي. بص بقى عملنا عندنا عيش السرايا، التوست عملناه واديناه الشربات عامل زي البسكوت كده لما تديله بتاع التشيز كيك ما تديله زبده، عملنا الطبقه كده من تحت، جربي كده ان شاء الله والفكره دي هتعجبك جدا. ناخد عندنا طبقه الكريمه ديت، يا نهار ابيض يا جماعه، سلام اهو. ماشي كده، وبعد كده خلاص كده اهو، مفيش حاجه تاني. وناخد عندنا شويه فستق، نقدمه كده. طيب ندي في الجور، نخش في الجور، نجيب جور كده نحط عندنا. عايزكم بس ايه تجربوا بس الكريمه ديت، ادعوا لنا ان شاء الله. الكريمه ديت اللي هي كريمه النشا
والجبنه الكريمي والسكر البودر وبشر البرتقال، ان شاء الله تعجبكم جدا. فكره بقى النشا واللبن لازم يبردوا الاول وبعد كده نبدا نشتغل. بجيب عندي فيجار زي ده، حط عندي برضو شويه كده من التوست، ونحط عندنا كريمه بالشكل ده، ونعمل بقى طبقات. دلع عيش السرايا، دلع شويه هنا. الفراخ احنا مدخلينها الفرن بقى تاخد الوش المتحمر الجميل، ونبدا نجيب اخر طبق عندنا من الكريمه، نحطها كده من فوق. وديت برضو صلاة النبي. ناخد الكلام ده كله ونروح فين؟ عند هنا يبقى عيش سرايا معمول بايركس وعمول فيجار زي ما حضراتكم كده شايفين. طيب هنا الصوبيا تتعمل ازاي؟ طبعا كنا هنعمل البودره الجاهزه، لكن خلاص للاسف مش فيش وقت. اللبن بجيبه يكون ساقع، بحط على اللتر 4 معالق كبار من الصوبيا. فين الكاسات؟ يلا بينا. يلا تاني. بتبقى فيها سكرها، بتبقى فيها كل حاجه. فكره في ايه بقى؟ انا بحبها جدا بالطريقه ديت، مشمشيه بحطها في الكاسات اللي انا اقدم فيها. ويا سلام لو تعمليها قبلها بفتره، يعني مثلا قبل الفطار بساعتين ولا حاجه، وتسيبي المشمشيه تتنع مع الصوبيا. حط عند القراصية. طبعا كل ده مقطعهم قطع. وبعد كده بقوم جايب عندي جوز هند دوفر اللي هو او جوز هند ناعم عادي، نقوم حاطينهم كده. واقول لك جربي الصوبيا كده وشوفيها وتقومي سايباها منقوعه في الكلام ده قبل الفطار بساعتين اتنين. الله، ماشي كده. ونقدمها بالهنا والشفا. ايه اللي تاني اللي موجود؟ اللي موجود عندنا الفراخ اللي موجوده خلاص في الفرن، دي اخر حاجه عشان الوقت بتاعنا. تمام، قدام حضرتك اهوت. يعني بقى خلاص، يعني المفروض طبعا هتتحمر يا عم حمدي، لكن انت عمال تقول لي يلا نطلع. احنا خلاص هسيبها لحد ما تحمر. معاك ربع ساعه دي. تعال نجيب الطبق. بص ما اجيب الطبق يا حمدي، احط عليه فريك زي ما انتوا شايفين كده. اجيب تونج بس عشان اعرف ان انا اقدم بيه. ولا عمرها تفتح منك ولا الهوا. ماشي. ايه تاني عايز افتح واحده صح؟ نفتح كده قطعه ونشوفها، نشوف ايه الاخبار. ممكن نجيب طبق ريك.
عندنا الاطباق الجميله. الطبق الراك برضه نجيب طبق كده حلو نقوم حاطين عندنا الفرخه هنا كده. الماز والله والله الماز يا عيني. احنا كده خلصنا. بص عامله ازاي. ايوه ما انا مظبطها. بص الفريك بص الفلفله مش معجن اهو شايف عامل ازاي، مش معجن ومستوي تماما والفراخ مستويه تماما واخده اللون الاحمر. ما تمام تعال ناخد الكلام ده كله ماشي. ثواني هاجي اخدهم دلوقتي. نجيب الفانوس الجميل ونختم حلقتنا اللي اتمنى ان شاء الله الحلقه تنول اعجابكم، ويا رب ان شاء الله الحلقه تنول اعجابكم. النهارده الفراخ اللي عملناها البطاطس الشيبسي سامعه. بصي دي لسه ايه طالع هيبص بالبهارات حاجه محترمه، وعندنا خبز السرايا اللي احنا عاملينه بطريقه خاصه ان شاء الله يعجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه قادمه من برنامج المطعم. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم.